تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر دعوة من معالي السيد لي نيك يون رئيس الوزراء بجمهورية كوريا لقيام سموه بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا، ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم لسعادة السيد كوهيون مو سفير جمهورية كوريا لدى المملكة، الذي سلم سموه رسالة خطية من معالي رئيس وزراء كوريا تضمنت الدعوة، بالإضافة إلى استعراضها للعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين والرغبة في دعم التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات. كما تضمنت دعوة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لزيارة كوريا. خلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن جمهورية كوريا حققت تطورا نوعيا على الصعيد الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي والصناعي، وهذا التطور عزز من مكانتها عالميا ودعمته علاقاتها الطيبة مع مختلف دول العالم، مؤكدا سموه أن التعاون البحريني الكوري قد حقق نجاحا منذ انطلاقته الأولى قبل 4 عقود، وأن مملكة البحرين سعيدة بأن تكون من أوائل الدول في المنطقة التي دشنت مجالات التعاون المتعددة مع جمهورية كوريا. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الكوري مسار علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، وأكد سموه في ذات الوقت اهتمام مملكة البحرين بالارتقاء بأفاق التعاون والتنسيق مع كوريا في مختلف المجالات، معربا سموه عن الارتياح للمراحل المتطورة التي وصلت إليها مستويات التعاون البحريني الكوري في المجالات المختلفة، وما تتميز به من الارتكاز على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنمية مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، مؤكدا سموه على متانة الروابط الاقتصادية والسياسية بين البحرين وكوريا والسعي المتبادل لترقية التعاون الثنائي بينهما. من جهته أكد السفير الكوري أن حكومة بلاده تنظر بإعجاب للإنجازات التي حققتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والتي حققت الريادة لمملكة البحرين في مجالات عدة، مؤكدا الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية كوريا ومملكة البحرين بما يحقق المصالح المشتركة.